من أبرز هذه الأكلات شهرة في الشتاء هو العدس. لا أعتقد أنه يمر أسبوع في الشتاء ما بناكل عدس، أو بنعمل فتة عدس، أو بنعمل مجدرة بالعدس، أو بنعمل شوربة عدس، أو بنعمل عدس بالعظم، نجيب عظمة بنسلقها وبعدين بنعمل فيها شوربة العدس. يعني العدس يعني بيزيد استهلاكه في فصل الشتاء زي ما قلنا لأنه مدفئ. طب هل العدس اللي احنا بناكله شو فايدته؟ هل له فوائد على جسم الإنسان؟ مع العلم إنه العدس هو أقدم من أقدم البقوليات التي تعرف عليها الإنسان منذ الخليقة، حتى إنهم وجدت طبخة عدس ما مدفونة مع أحد الفراعنة ومنقوشة في المعابد الفرعونية، أكلة العدس. يعني أكلة العدس يعني أكلة مش جديدة. وطبعا ربما الأكثر انتشارا حول البحر الأبيض المتوسط، نتيجة تنقل الثقافات، فصار كل شيء الآن مباح في كل دول العالم. طبعا العدس له أشكاله، وعلى فكرة العدس ذكر في القرآن أصلا، هو مذكور بالقرآن، تمام؟ فالعدس زي ما قلنا هو نبات قديم معروف منذ الأزل، وتعرف عليه الإنسان من قبل ما قبل الميلاد. لو إجينا بدنا نشوف ما هي القيم الغذائية اللي بيحملها العدس، أول شيء زي ما حكينا العدس له ألوان مختلفة. في عندنا العدس الأصفر وهو اللي بنقول عنه المجروش، تمام؟ وفي عندنا العدس البني اللي هو العدس الكامل اللي هو بقشوره. طبعا العدس المجروش شوربة العدس، والعدس الحب للمجدرة، تمام؟ أو للحمصيص كمان، سينا أكلة الحمصيص بدها عدس طبعا. وفي العدس الأسود طبعا مش موجود عندنا، أو إحنا ما بنعرفوش، يعني إحنا العدس المنتشر عندنا الأحمر والأصفر. فلو إجينا نشوف حبة العدس، طبعا مين الأفضل إنه إحنا نستخدم العدس المجروش ولا العدس الحب؟ لا طبعا عدس الحب، عدس الحب، لأنه بقشرته بدون ما إيه؟ بدون إزالة القشور. لكن سبحان الله كل واحد له طبخة خاصة. الآن العدس بشكل عام، طبعا أنا بحكي عن العدس بقشوره مش العدس الأصفر، بيحتوي على كمية كبيرة من الألياف، وأيضا غني بالبروتين. يعني تقريبا بشكل عام البقوليات من 20 ل 45 تحتوي على البروتين. العدس تقريبا 25% منه بروتين، تمام؟ ولكن البروتين الموجود في النباتات بشكل عام هو احنا بنسميه النوع الأقل جودة من العدس، من البروتين الحيواني. البروتين الحيواني هو أسرع في عملية الامتصاص، بينما البروتينات النباتية هي أقل جودة من البروتين الحيواني، ولكن بضله ضروري لجسم الإنسان تحديدا للناس الذين لا يتناولون المصادر الحيوانية. فبما أن العدس غني بالبروتين فإذا هو غذاء جيد للأطفال وللنساء والكبار، لجميع مراحل العمر، لأنه البروتين له دور في تركيب العضلات، وأيضا البروتين بيلعب دور في عملية النمو وأيضا تقوية جهاز المناعة. كمان العدس بيحتوي على سكري، أو خلينا نقول كربوهيدرات، ما بدنا نقول سكريات، بيحتوي على 60% منه كربوهيدرات. 60% هدول 30% ألياف، 30% منهم ألياف، و 28% منهم سكريات أو كربوهيدرات أو نشويات، و 2% اللي هو السكريات.
إذن 30% ألياف، 28% نشويات، و 2% تقريبا سكريات. الألياف 90% من 30% هدول ألياف غير ذائبة في الماء. لأن إيش يعني غير ذائبة في الماء؟ يعني ملينة، مضادة للإمساك، مقوية للقولون. والعشرة في المية الذائبة في الماء يعني راح تخلص الجسم من الكوليسترول الضار بالجسم. طيب إيش كمان العدس فيه؟ العدس بيحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون، على نسبة ضئيلة من الدهون. والدهون الموجودة أو الزيت الموجود في العدس هي دهون غير مشبعة، أيضا مفيدة جدا لجسم الإنسان. طيب إيش كمان فيه في العدس؟ يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن. على رأس هذه الفيتامينات الفوليك أسيد أو حمض الفوليت. الفوليك أسيد دائما إحنا لما نسمع الفوليك أسيد على السريع بيجي عبالنا مين؟ الست الحامل، لأنه المرأة الحامل من بداية الشهور الأولى بيبدوا يدوها حبوب الفوليك أسيد على أساس أنه تأخذ الكمية اللازمة اللي بتحتاجها وما يصير عندها نقص، لأنه راح يأثر على تكوين الجنين وممكن يكون عندنا جنين مشوه. لذلك العدس غني جدا بالفوليك أسيد، فهو غذاء رائع للمرأة الحامل. أيضا بيحتوي على المغنيسيوم والمنغنيز، ويحتوي على الحديد، وإن كان برضو الحديد الموجود في النباتات هو عادة لا يتم امتصاصه بشكل كامل بعكس الحديد الموجود في المصادر الحيوانية، ولكن برضو وجود الحديد في العدس بيديله فائدة رائعة جدا، تحديدا للناس اللي عندهم فقر دم أو للناس اللي عندهم مشاكل في الدم، وبالذات إذا وجد مع الفوليك أسيد. إذا عندي فوليك أسيد وعندي حديد والتنين يعتبروا مهمين جدا لتكوين كرات الدم الحمراء. أيضا بيحتوي على البوتاسيوم، وزي ما قلنا المغنيسيوم والمنغنيز، وطبعا في نسبة ضئيلة من الكالسيوم، وبيحتوي على فيتامين بي، بعض مركبات بي. يعني هنلاقي أنه بيحتوي على كمية لا بأس بها وكمية رائعة من الفيتامينات والمعادن. طيب الآن بجانب كمان لا ننسى في عندنا شيء اسمه الفايتوكيميكالز. إيش الفايتوكيميكالز؟ هذه المركبات النباتية زي الفينول وغيرها من المركبات التي تعطي زيادة في فوائد العدس، وهذه عادة تعتبر مضادات للأكسدة ومقوية لجهاز المناعة. طيب الآن لو إحنا بدنا نيجي بعد ما دخلنا العدس على المشرحة التغذوية، طيب قديش بيحتوي العدس على سعرات حرارية؟ تقريبا البقوليات والحبوب يعني بتدور حوالين بعض في السعرات الحرارية. يعني العدس يعني تقريبا 236 ل 250 سعر حراري في لكل 100 جرام. بجانب انه يعتبر العدس جلايسيميك، الجلايسة طبعا العدس بقشوره افضل زي ما قلنا، الجلايسيميك اندكس او المؤشر الجلايسيمي يعتبر واطي مش مرتفع، يعني امن لمرضى السكر. الان بعد هذه المشرحة التغذوية للعدس، لو اجينا بدنا نرتب نشوف ما هي الفوائد الصحية للعدس. اول شيء العدس مغذي لجميع مراحل عمر الانسان، لا كبار السن، للمرأة الحامل، للمرأة المرضع، للاطفال، كونه بيحتوي على قيمة غذائية رائعة جدا. هذا رقم واحد. رقم اثنين يعتبر مضاد للإمساك، مضاد للإمساك لأنه كمية كبيرة منه يحتوي على ألياف، ويعتبر من النباتات اللي بنقول عنها بروبيوتيك، يعني التي تعمل على تعزيز ونمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، والتي لديها القدرة على محاربة الإيش؟ الجراثيم أو البكتيريا الضارة. وهذا اللي أنا بحتاجه، أنه أنا دائما تكون البكتيريا النافعة موجودة بجسمي، لأنه وجود البكتيريا النافعة بحد ذاتها الهيلي فلورا راح تقوي جهاز المناعة وتسهل عملية الهضم وتسهل الحركة الدودية في الأمعاء عشان ما يصيرش معي إمساك.
إذن كمان العدس يعتبر مضاد للإمساك ومقوي للجهاز الهضمي بشكل عام، أيضا مخفض للكوليسترول لاحتوائه على الألياف الذائبة في الماء، أيضا مقوي للدم لاحتوائه على الحديد والفوليك أسيد إلى آخره، مقوي لعضلة القلب، وأيضا آمن لمرضى السكر يمكن تناوله بشكل آمن لمرضى السكر، مقوي للعظام أيضا مفيد جدا للعظم وتركيب العظام. يعتبر العدس من النباتات التي تعطي أو تعطي جسم الإنسان الطاقة والحيوية والنشاط. طيب هذا العدس لحاله، طيب العدس احنا ما بناكل عدس لحاله صح؟ يعني احنا ما بنيجي بدنا نعمل عدس اول اشي بنحط بصل على العدس، في ناس زي ما قلنا بحطوا عظم، وهذا كلها بتدي طبعا وجود العظم في العدس ما جاش عبسي. زمان تعين زمان كانوا بيعملوا العدس بحطوا ايه؟ بحطوا عظم فيه، عظم حتى مش لحمة كمان، بيجيبوا عظمة بكسروها بحطوها. ليش؟ لأن وجود العظم راح يزيد عندي امتصاص الحديد، راح يزيد عندي امتصاص الحديد الموجود في العدس. كمان لازم ننقع العدس على الأقل 6 ساعات، وهذا عادة اللي بصير. طب نقع العدس بالفطرة، ولكن في الحقيقة أو نقع الحمص، الناس بيقول لك احنا بننقع الحمص عشان تنفش، سبحان الله، وهنا في حكمة إلهية في الموضوع، انه معظم البقوليات والحبوب تحتوي على مواد او مادة اسمها الفايتيك اسيد او مادة اسمها الفايتيت. هذه المادة بالرغم انها مفيدة لجسم الانسان والدراسات بتقول انها مقوية لجهاز المناعة، لكن تعيق امتصاص بعض المعادن زي الحديد وبعض المعادن والفيتامينات. وجود هذه المادة في العدس أو في الحمص أو في الفول راح تؤثر سلبا على امتصاص هذه الفيتامينات والمعادن. فالدراسات قالت عشان إحنا نقلل من هاي المادة اللي بتمنع امتصاص الفيتامينات، بعض الفيتامينات والمعادن، لازم ننقع البقوليات، وإحنا بننقعها أوريدي شكل تلقائي، بننقع الحمص والفول والى اخره، زائد انه لما نيجي نطبخها بتزيد انها يعني بتقل بشكل اكبر هذه الماده، وهيك بنكون تقريبا 80% تخلصنا من ماده الفايتيك اسيد اللي راح تعيق امتصاص الفيتامينات والمعادن. تمام؟ عشان هيك بيجي واحد بيجي بيقول لك انه العدس مضر، ليش؟ لانه بيحتوي على الفايتيك اسيد اللي بيمنع. بقول لا لا لا، شوي 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 شوي، ليس كل ما يقرأ يقال، يعني احنا بناخدش العناوين هاي الكبيرة بتخوفناش، احنا بنقرأ ما بين السطور، نقع الحمص ونقع الفول ونقع العدس وطبخه بضيع لهذه المادة، ليه أصلا مفيدة لجسم الإنسان بالأصل يعني كمان. فمعناته أنه العدس لما بيجي بنطبخ أول شيء بنتقع بنطبخ بنحط عليه مواد تانية، قلنا العظم وهذه شيء جميل جداً، يضاف عليه البصل طبعا، وانتم عارفين البصل بحد ذاته صيدلية، ولما نيجي نفته، والافضل طبعا يكون خبز قمح بعيد عن الخبز الابيض، بتاكل مع الايش؟ مع العدس ايش؟ فجل. طيب والفجل مستودع ادوية، وبنرجع ناكل بصل كمان وجرجير. فهنا صار عندي صحن متكامل الاركان، صعب الاختراق، محصن، حصن منيع ضد الامراض. يعني فتة العدس مع البصل مع الفجل مع الدقة اللي بيكون عليها فلفل وتومة، أبدا واحد بياكل هذه الأكلة بده يمرض؟ ولا عمره بيمرض، لأنه بياكل كم كبير من مضادات الأكسدة ومقويات المناعة وجهاز مناعي قوي وجسم وعظم قوي وكوليسترول منيح ودهون منيحة وذاكرة قوية وبشرة جيدة وكل أعضاء داخلية سليمة من أكلة العدس هذه اللي احنا بنستهين فيها. للأسف الشديد، للأسف الشديد، كثير من الناس لغوا من قاموسهم أكلة العدس وحطوا فيها الأكلات الجاهزة والمصنعة، ومن هنا بتجينا الأمراض وبنصير يعني بلا
أسوار وبلا تحصين وبلا مناعة، والأمراض تخترقنا من كل جانب. فأكلة العدس هذه رائعة جدا. طيب كمان العدس بنعمل مجدرة، والمجدرة بدها سلطة. طيب بيجي بعض الأحيان نسمع أنه غلط ناكل المجدرة مع اللبن. ليش؟ اللبن بيحتوي على كالسيوم، العدس بيحتوي على حديد، والكالسيوم بمنع امتصاص الحديد. طيب ليش مش العكس؟ ليش مش الحديد هو اللي بمنع امتصاص الكالسيوم؟ في معلومة طبعا معظم المشاهدين عارفينها، انه غلط يكون الكالسيوم والحديد مع بعض، لانه الكالسيوم بمنع امتصاص الحديد. طب ليش بنقولش انه الحديد هو اللي بمنع امتصاص الكالسيوم؟ باختصار لانه احتياج الجسم من الكالسيوم كبير، بينما احتياجهم الحديد أقل، والكبير بيأكل الصغير حتى، فهذه البقاء للأقوى. فقال لك أنه إحنا لما نأكل المجدر العدس الغني بالحديد، وأنا آجي أكل لبن، الكالسيوم هيمنع امتصاص الحديد. طيب في ناس متعودة تأكل المجدرة مع اللبن، ما في مشكلة، كله عادي، نأكل عادي، كله عادي. طب هي أوكي، هيمنع، لأنه إحنا في عندنا مصادر أخرى من الكالسيوم، وفي عندنا مصادر أخرى من الحديد. فنعمل حالة رعب للناس ونرعبهم أنه أنتم ما تاكلوش مجدرة مع اللبن، هذا الإشي مش كتير. يعني أنا مع حالة التهويل اللي بتصير بعض الأحيان، مع العلم أنه إحنا طول عمرنا بنعرف أنه الفت، طب إحنا في عندنا شيء كارثة أكبر، طيب هذا إحنا نسينه، هذا اللي بدنا ندق عليه. قلنا الحديد اللي في العدس أصلا امتصاصه بطيء، او يعني مش راح يصير امتصاص للحديد بشكل كامل، بينما في اللحمه عاد الحديد الموجود سريع الامتصاص، وامتصاصه بصير بشكل اكثر بكثير من الموجود في النبات. طب احنا لما بنيجي بنعمل الفت، المنسف، حلقه اكل اليوم، المنسف عباره عن ايش؟ عباره عن جميد، اللي هو الجبجب، صح؟ مش جميد؟ والجميد غني بالكالسيوم، صح؟ مش جاي من لبن، حليب، واللحمة حديد، يبقى هيصير عندي منع امتصاص للحديد نتيجة الكالسيوم الموجود في اللبن. طب ما ناكلش، طب ما هي الأكلة هذه بتحلاش إلا بتحلاش إلا بالجميد، بطل منسف بعدين، ما إله طعم. ما ناكلش، لا، كل نتوكل على الله، لأنه أنا عندي مصادر أخرى. لذلك حالة التهويل اللي بتصير في بعض الأحيان في هذا الموضوع مش صح، أو بنيجي نسمع ممنوع تشرب شاي مع الأكل لأنه الشاي بيمنع امتصاص الحديد لوجود حمض التنيك وإلى آخره، فأوعوا تشربوا شاي مع الأكل. طب ما طول عمرنا بنشرب شاي مع الأكل، أصلا الساندويش تبع الصبح بحلاش إلا بكاسة الشاي. وفي المغرب العربي 24 ساعة يشربوا شاي، في ليبيا 24 ساعة يشربوا شاي، ما لقينا عندهم فقر دم. لذلك وهنا نرجع تاني للموضوع، حالة التهويل مش صح للناس، ولكن هذا الكلام احنا بندق عليه في الحالات المرضية. يعني انسان عنده أنيميا وعنده مشكلة، يقول لا بتشرب الشاي مع الأكل. انسان عنده نقص حديد وعنده مشكلة بالحديد، لا ابعد، حاول انك تبعد بين كل مجدرة بالسلطة. الافضل هو الصح، نقول الافضل تناول المجدرة بالسلطة، الافضل انه احنا نبعد الجميد عن الفات. هذا لمين؟ هذه الحالة المرضية، لانه المطلوب انه انا بدي احافظ على كل ذرة حديد في الجسم. لكن للانسان الطبيعي ما في داعي لحالة الرعب اللي احنا بنقرأها او بنشوفها في بعض الاحيان، تمام؟ لانه انا فقط جزء من الحديد بالمجدرة، أنا بأخذه بموضوع تاني، بأكل تاني ساعة أخرى. لأنه لو أنا بدي أقعد أدق على قضية التفاعلات، لأنه في عنا إشي اسمه تفاعلات الأدوية بالأدوية، drug-drug interaction، في drug-food interaction، في food-food interaction، فتفاعلات الأكل مع بعض هذا عالم طويل وعالم واسع، ولكن مش بحاجة أنه إحنا نعمل حالة الرعب عندنا. لكن الأفضل ناكل المجدرة مع السلطة، لأن لو أنا أكلت مجدرة مع السلطة اللي هو العدس اللي حكينا عنه ورز طبعا
والأفضل نعمله بالبرغل. الأفضل نعمل المجدرة بالبرغل. ليش؟ لأنه إحنا طول عمرنا بنعرف البرغل. إحنا بالنسبة لثقافتنا العربية الرز كم 100 سنة إله يعني جديد. فجربوا ارجعوا للأصول القمحة، نرجع للقمح، ناخذ نعمل المجدرة بالبرغل، والمجدرة معناته بدها بصل صح؟ وبدها صحن السلطة. وشوفوا عاد القيمة الغذائية في هذا الموضوع قديش، اللي هو أصله وين؟ أصله العدس. لذلك ما نستهين في العدس اللي هو أصلا بيقولوا عنه طعام الفقراء، وأيما طعام فقراء شيء جميل. عشان دائما أنتوا عارفين أصفران الفقراء، عارفين مين هم أصفران الفقراء؟ أصفران الفقراء العدس والإيه والبرتقال، هدول أصفران الفقراء. طيب لحوم الفقراء، لحمة الفقراء إيش؟ اللي هو العدس. طب عسل الفقراء إيش هو؟ عسل الفقراء، عسل الفقراء هو الثوم، الثوم كانوا زمان بيقولوا عنه عسل الفقراء. يبقى العدس جميل جدا، تناوله رائع جدا بشتى الطرق، وراح يعدينا الفوائد اللي احنا حكينا عنها. وبنتمنى انه نكون نطلع من هاي الحلقة بهاي الفوائد تبعت العدس اللي راح احنا نستفيد منها.